كده في رابطه بين الادم كده. في اغاني كتير يعني بتقول لك ان الواحد بيشكي للبحر مش عارف ان هو خير جليس يعني بتقعد معاه وتغير جو معاه وتحس ان انت في اخر يومك بتحب ترجع له، هو تحس انه بيشدك على طول، تحس ان هو انت المكان اللي بتكب فيه بتحس فيه بالراحه كده والطمانينه كده الواحد بيرتاح فيه. طب انت بالنسبه لك البحر في الشتاء ولا في الصيف؟ بما انكم اسكندرانيه شتاء ولا صيف؟ البحر في الشتاء عشان بتكون يعني بتكون في ناس كتير تقعد مع انت لوحدك كده والبحر قدامك الهواء. البحر ده حياتي، عايش انا عايش مع البحر على طول، ما اقدرش استنى من البحر ده خالص. طب وايه اللي حبيبك فيه؟ والله جو ومنظره والموج ولك والسيل بحر حياتي. انا شغال على البحر عشان كده، عشان بحب البحر. طب وايه اللي حبيبك فيه يا حبيبي؟ في حد في الدنيا ما يحبش البحر؟ والله في ناس يقول لك انا بخاف. لا انا ما بحبش. لا الخوف ده في نزول البحر. انا الخوف ده نزول البحر ده بنخاف منه، انما حب البحر ده حاجه ثانيه. لما تقف تشم هوا نضيف حاجه نضيفه. انت ما جربتش انت حد يبقى قاعد جنبك كده ويمسك ايديك؟ ايوه هو الكلام ده. ايه فرشني هنا لسه؟ عمرك حبيت واحده على البحر؟ يا لهوي احكي كتير. لا نقول بس هي عند دفى الحضن بس. يا لهوي يا جدعان، حضن البحر ولا حضنها هي؟ يا هو في حاجه اسمها حضن بحر يا عم؟ لا 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 ما فيش حاجه جنب حضنها. لا لا لا. طب ايه كانت تعتبر قصه ناجحه ولا فاشله؟ لسه ناجحه لحد دلوقتي، لغايه دلوقتي هو شغال. ايه طب البحر ليه تاثير في الموضوع؟ لا هو كان مبوظنا الصراحه، كنا سعانين فشخ الصراحه. يعني انا وهي كنا سعانين بس ما كناش بنعمل اي حاجه ثاني. كنا بنتكلم مع بعض بالارتعاش كده. كنت مسافر عامة، أول ما جيت يا دوبك مجرد ما شميت ريحة خلاص أنا كده تمام. غريبه هو بص هو في طاقه ايجابيه، انت لما بتقعد على السور كده بتبص على البحر عموما الفيو نفسه ذات نفسه بيخليش يعني خليك فريش من جواك كده. لو حد هو اصلا الملح اصلا يعني في دراسات اثبتت ان هو اصلا بيمنع الطاقه السلبيه كده في الجسم، عشان وجودها في البحر عموما. وتحس على طول ان البحر بيبقى فيه طاقه غريبه، صور فيه طاقه غريبه بيشدك في ليك على طول. بالظبط كده، بالظبط كده. الهوا نضيف في وجود البحر ده. البحر جميل هو المفروض يعني من قلب سيد قلب غير الجو بس كده. انت لسه في حاجه تقول عليها ولا يعني مثلا تحس ان في اخر اليوم بتبقى عايز تقعد على البحر، تحس ان السور فيه طاقه غريبه بتشدك ليه؟ هي بعد الشمس بصراحه يخلي الواحد بيغير جو يعني. خاف منه في بحر، تخاف منه في بحر. لا صح عندك حق حاج، وتحس ان في طاقه غريبه في السور والبحر كل حاجه، في طاقه غريبه. ايوه كل حاجه. انت بص انت وانت واقف كده ممكن تكون الماء دلوقتي انت في الشفر ده المنظر بتاعها له كفايه. ايوه واخد بالك لما تقف كده في الشمس اهي وقف كده هتلاقي الهواء خبط فيك. بالظبط الشمس صح ولا مش صح؟ صح حاجة. هي الحياة طبيعتها من غير البحر ملهاش حياة.
وبالرغم من طاقة البحر على التأثير على قصص الناس المختلفة اللي سمعناها، إلا إن هذا الصور بطاقته الغريبة مقدرش لغاية دلوقتي يعدل في نهاية قصتي. كنا اتقابلنا هنا أول مرة، ومع إني أصريت على الاعتراف بحبي ليها هنا وفي حضور هذا السور والبحر، إلا إني ما جاتليش الجرأة إني أقولها. كانت وما زالت قصة غريبة، بس قدام البحر أنا بقولك. كان في زي قصة حب قبل كده على البحر بالنسبة لك؟ لا والله لا لا. غير مش شرط مع البنت، ممكن مع السيد. دي قصة يعني حب خطيرة. يعني أنا قاعد أكلم اللي أكلم السمك وأنا إيه؟ وأنا بصطاد. بالظبط. هتقول عليا مجنون بس أهو. لا والله يلا يا يلا بقى اغمزي، يلا بقى مش هتشدي، خد بالك كده.